السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين قناة سلمى براني أوفيسيال. إخواني أخواتي في الله، الفيديو ديال اليوم صراحة حزين جدا. الموت يفجع سعيدة شرف في الأخ ديالها. غادي نخلي لكم التفاصيل كلها بالصوت والصورة. إخواني فقد الغمر بالصدفة يضغط على عفوا على الزر الاحمر والجرس باش توصلوا بكل جديد كنزلوا على قناتي وقناتكم فضلا وليس امرا. حبايبي ما تنسونيش باللايك وبدعواتكم بالرحمه للاخ ديال سعيده شرف، الله يرحمه ويوسع عليه وتعازينا الحاره لها من هذا المنبر. اخوتي مش غنقول لكم الموت علينا حق، ولكن والله العظيم ما عرفناش راسنا فوقتاش غنمشي. والله يعطينا موتة مستوره، والله يعطينا قد صحه قد العمر، هادشي ما نقوله يا ربي امين. من محنو من تمحنو. خليكم الإخوان مع الفيديو سعيدة شرف، ونقول لكم أنا إلى اللقاء فيديو جديد إن شاء الله، ودمتم في رعاية الله، ومع السلامة حبيبي أحبابتي في الله. وصلنا لمرحله انه غادي يدير واحد العمليه، تقريبا ثلاثه ديال الناس اللي داروها في المغرب، عمليه خطيره بزاف. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يقدرنا وتنجح. عرفتي مسكينه ما صابراش على خوها بزاف، عرفتي ما نعاودش لكم اخوتي، دعوا لي بالمغفره والرحمه. والله يا الله غادي دابا مسكينه غادي وبنت ناري، عرفتي راه ما يمكنش داك الشيء. يا ربي تعطينا حسن الخاتمه يا ربي يا ربي يا ربي. بناتي سميتهم صوفيا الزهراء وليليا الزهراء، باش يبقى معايا اسم امي حتى الموت الله يرحمها. ف اعتقد كل واحد وقته في الحياه والام ديالو، ما يبغيهاش تقاس وما يبغيهاش هذا، فنطلب لها الرحمه في هذا النهار ان شاء الله ربي. و كيعرفوها الناس مقربين مني، وفاة أمي الله يرحمها هرستني، عقدتي الزهر الله يرحمها. الأم عندي واحد الحاجة مقدسة، يمكن نقطة ضعفي في الحياة، عندي واحد نقطة ضعف كبيرة الله يرحمها يا ربي. في هذه الدرجة دابا ولادي تصوري كيبغيو يحلفوني، يبغوا يطلبوا مني شي حاجة. عافاك عافاك، وجهك لك أمي الزهرة. الله يا أمي، ديك أمي الزهرة بحال اللي قالت لي كيشدتني على جوج، كنقولوا ديروا ديروا اللي بغيتوا، ديروا اللي بغيتوا، شدوا اللي بغيتوا. رجع ولادو ولا تفجع فيه عزيز، حالته حرجة لدرجة كبيرة، والله سبحانه وتعالى هو الشافي هو المعافي. يعني وصلنا لمرحلة أنه غادي يدير واحد العملية، تقريبا ثلاثة ديال الناس اللي داروها في المغرب، عملية خطيرة بزاف. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يقدرنا وتنجح. دابا راه جايبين له أفيون أمبيلونس، إن شاء الله كنتمنى أنها توصل في الوقت. ولكن الناس اللي واساتني وقفت معايا في محنتي الأخرى وعيطت ليا وهضرات معايا وعيطت لي بليزيوغ فوا ورجعت لي الثقة في راسي، فغنمشي نطلع عليها المسكينة في الكلينيك في الخطوة نشوفها مسكينة قبيل سونتخين كيديرو لي. رجعت معكم حبابي مرة تانية. كيف ما شفتوا سعيدة شرف خلا مسكينة كتبكي، كيف ما كتعبر على الوفاة ديال الأم ديالها والأب ديالها، وبقى لها الأخ ديالها اللي في المرتبة ديال الأب ديالها لأنه الأخ الكبير ديالها، ودابا عاوتاني كتحرمو. لكن قدر الله ما شاء فعل، تا واحد ما يتهرب من مقادير ديال الله. الحمد لله هذا ما كتبه الله علينا، فالله يكتب لنا الخير يا ربي. ولكن شوفوا راه تا واحد غيهرب من الموت، هذه هي سنة الحياة كاملين ليها، غير واحد ما عرفش فوقاش الساعه ديالو فوقاش غادي نمشيو. وكيف ما شفتوا انها مسكينه دارت المستحيل باش تنقذ الاخ ديالها، ولكن شوفوا راه الاعمار في يد الله. واخا كرات ليه مسكينه الطياره خاصه باش تديه للطبيب ديال الدار البيضاء باش يدير داك العمليه، ولكن
الله سبحانه وتعالى بغاه وبغى الامانه ديالو فخدها. حنا كاملين عند الله سبحانه ديال الله وغادي يرجعوا لعند الله. غير الله يعطينا موتة مستورة والله يجعل لنا ان شاء الله اخرتنا حسن من هاد الدنيا، لان هاد الدنيا ما فيها حتى شي حاجه زوينه، فيها غير التعب، فيها غير البشر اللي كيعذب بنادم خايب. يعني ما عمرنا ارتاحينا فيها من نهار اللي حلينا عينينا وحنايا في المشاكل وجري جري جري. الله يعفو علينا، النهار اللي كنموتو خصنا نمشيو نقيين مع سيدي ربي، ما نكونوا ضارين حد، ما شمتنا حد، ما خربنا بيت ديال شي حد، ما بنينا الفرحه ديالنا على التعاسه حتى شي واحد. يعني غادي نمشيو عند الله، خص الانسان تما فين يوجد بلاصتو في داك الدار. اما هاد الدار هادي ما دايما حتى لشي واحد، غادي نقولوا انا لله وانا اليه راجعون، وكاملين غادي نموتوا هو يبقى فقط وجه الجلال والاكرام الله سبحانه وتعالى، اما الباقي كله فاني. الحمد لله اللي ملي كنقولوا الحمد لله اننا ضرينا وما ضريناش، والحمد لله ان خربوا لينا بيتنا وما خربنا بيت حتى شي واحد. الحمد لله بناو الفرحه ديالهم على التعاسه ديالنا، ولكن حنا ما بنينا الفرحه على التعاسه ديال شي واحد، تدير شي واحد. كنعسوا مرتاحين وكنقولوا فقط حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. كل واحد ضر وكل واحد خرب وكل واحد بنات الفرحه ديالو على التعاسه شي واحد، فحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، والله يتولاهم ان شاء الله بقوته وقدرته ان شاء الله يا رب العالمين. حبايبي طولت عليكم، نقول لكم الى اللقاء.